بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسر ابتدائية أنجال الصف الأهلية ليوم الثلاثاء 28 من شعبان عام 1441 من الهجرة أن تقدم لكم حصة تفاعلية للتعليم عن بعد للصف الرابع الابتدائي، عنوانها اختبار الوحدة الرابعة مهن وحرف. حفظ الله بلادنا من كل سوء ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير للعباد والبلاد. انتهينا يا أبنائي من الوحدة الرابعة مهن وحرف، وعندي كما تعودنا في نهاية كل وحدة اختبار الوحدة، سواء إذا كان في الاختبار الشهري أو اختبار الوحدة أو الاختبار النهائي، يكون عندي بعض الأمور اللي بنركز عليها. أولا، فهم المسموع. ثانيا، فهم المقروء. ثالثا، الظاهرة الإملائية، ويأتي بعد ذلك الوظيفة النحوية والخط. طيب، عندي نص جرة الفخار. هذا النص يا أبنائي يعد من فهم المقروء واستيعاب، عبارة عن نص نقرأه جيدا ثم نجيب على أسئلة تتعلق به. عادة يا أبنائي في اختبار الشهر أو في اختبار نهاية الترم دائما ما يكون هذه النصوص نصوص جديدة لم يسبق لنا دراستها، حتى نقيس مدى فهم الطالب لما سمعه أو فهم الطالب لما قرأه. يفضل أن تكون نصوص جديدة لم تسبق قراءته، ومجرد نصوص بسيطة وسهلة الطالب يقرأ النص جيدا وبعدين يجد أن الأسئلة المتعلقة على النص إجابتها موجودة داخل ما قرأه. عندي نقرأ جيدا يا أبنائي، اقرأ مرة ومرتين أو ثلاث مرات حتى تفهم النص فهما جيدا. لو قرأت مرة وجدت نفسك لم تستطيع الإجابة على الأسئلة، حاول تقرأ النص مرة ثانية. بيقول لي كان وليد طفلا نشيطا يعمل مع أبيه في صنع جرار الفخار، وهذه الجرار تصنع من الطين، يحبها الناس لشكلها الجميل ولأنها تبرد الماء إذا وضع فيها. كان والد وليد يرتاح في يوم الجمعة، ولكن لدى وليد سر صغير أخفاه عن والده. في يوم الجمعة تسلل وليد إلى المعمل وقام بخلط الطين وصنع جرة كروية، وقام بزخرفتها ثم وضعها في الشمس لتجف، وعندما جفت الجرة أراد وليد أن يفاجئ والده ليريه جرته القروية، ولكن كلما وضع الجرة على طاولة المعمل تحركت ومالت لأنها قروية الشكل. قال وليد ما العمل؟ وأخذ يدور ويدور وهو يفكر في حل لجرته التي ابتكرها. ثم خطرت له فكرة، ذهب إلى المنزل ومعه الجرة، وأخذ عقال أبيه ووضعه تحت الجرة لكي لا تتحرك. وعندما شاهد أبوه الجرة القروية دهش وفرح بابنه النشيط. قال ولكن ألم ترى عقالي يا وليد؟ قال وليد بلى.
هو يمسك الجرة يا أبي العزيز. فضحك أبو وليد وأشار عليه أن يصنع قاعدة لجرته من الطين تشبه العقار. ثم وضع وليد الجرة على طاولة داخل البيت، وبذلك شاركت الجرة في إظهار منظر جمالي رائع. بعد أن قرأنا النص يا أبنائي، تعالوا بنا نجيب على الأسئلة المتعلقة بالنص. أقرأ النص، أقرأ القصة السابقة باستمتاع وتركيز ثم أجيب عن الآتي: أولاً، أختار الإجابة الصحيحة: أبو وليد يعمل خياطاً، فلاحاً، خزافاً، صياداً. نعم، إنه خزاف، الخزاف مقصود به صانع، الفخار أو الخزف. اليوم الذي كان يرتاح فيه أبو وليد هو يوم السبت، الأحد، الاثنين أم الجمعة؟ نعم، كان يستريح في يوم الجمعة. يروي الكاتب هذه الأحداث بمشاعر الدهشة، الغضب، الاستمتاع، الحزن. المشاعر المسيطرة على الكاتب عند كتابة هذه الأحداث أكيد الاستمتاع. عدد الشخصيات التي وردت في النص: شخصيتان، ثلاث شخصيات، أربع شخصيات، خمس شخصيات. نعم، شخصيتان فقط. كان مين؟ نعم، وليد ووالده. يتسلل بمعنى يمشي بخفة، يقفز، يزحف، ولا يمشي بسرعة؟ ما المقصود بمعنى كلمة يتسلل يا أبنائي؟ نعم، يمشي بخفة. ضد كلمة نشيط، هل هي عنيد أم بطيء أم كسول أم غريب؟ ما ضد كلمة نشيط؟ نعم، كسول. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. سلام الله عليكم ورحمته